بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي المبعوث رحمة للعالمين. بالنسبة للجزء بتاع اليوريك أسيد بايوسينسيز، ما فيش أسهل منه لو فهمناه في 3 أو 4 دقايق بإذن الله. أول حاجة علشان تفهمه نركز في الكلام اللي إحنا هنقوله مرة واحدة. أول حاجة البداية عندي يا إما تكون إي إم بي أو أدينوزين. أول خطوة نعملها نعمل إيه؟ نعمل دي أمينيشن. يعني ايه كلمة دي امينيشن؟ يعني بنزع مجموعة امينو، يبقى في امينو جروب من الاي ام بي او من الادينوزين بنزعها. لو نزعت الامينو جروب من الادينوزين هيتحول لانوزين، لو نزعت الامينو جروب من الادينوزين هيتحول لانوزين باسم الانزيم ادينوزين دي امينيز. مقطع دي يعني بنزع الامينو جروب. طب لو نزعت الامينو جروب من الاي ام بي الادينوزين مونوفوسفيت هيتحول لاي ام بي انوزين مونوفوسفيت. ركز كده على الكلام اللي عندنا، فتابع من الورق بتاعك كده هتلاقي بيقول لك ايه اول خطوه الامينو جروب ريموفت، يعني بشيل امينو جروب منين او منين؟ من رقم واحد او من رقم اتنين، من الاي ام بي او من الادينوزين. لو هشيلها من الاي ام بي بانزيم اسمه ايه؟ الاي ام بي دي امينيز او الادينايلين. طيب لو بشيلها من الادينوزين اسم الانزيم ايه؟ اسم الانزيم ادينوزين دي امينيز. طيب لو شلت مجموعه امينو جروب من اللي هو الادينوزين هيتحول لمين؟ هيتحول للانوزين. طب الاي ام بي بالاي ام بي دي امينيز هيتحول لمين؟ لانوزين مونوفوسفيت. يبقى احنا عندنا يا اما يكون عندنا النواتج بتاعتي رقم واحد ورقم اتنين، يا اما يكون إينوزين مونوفوسفيت أو إينوزين. طيب تمام كده. طيب إحنا سيبك من الموضوع ده جزء دايركت كده اختصرت بيه خطوة. إحنا هنبدأ موضوعنا من الأول خالص اللي هو الأي إم بي. فإحنا لازم يكون عندنا مين؟ عندنا أي إم بي، أو ممكن يكون عندنا جي إم بي، يبقى الإينوزين مونوفوسفيت أو الجوانوزين مونوفوسفيت. إيه اللي بيبدأ يحصل؟ يبقى نركز كده، الأي إم بي and الجي ام بي بيتحولوا to their respective nucleoside. احنا قلنا ان نيوكليوزايد معناها شوجر وبيز، فالجوانين مونوفوسفيت لو شلت منها مجموعة الفوسفيت هي كانت نيوكليوتايد. لو جيت كسرت النيوكليوتايد، دي نيوكليتيدا دي نيوكليتيدا ده نيوكليتيدا، سيبك من الخطوة اللي في النص دي. اسم الانزيم اللي هيكسر النيوكليتيدا نيوكليوتايديز، يبقى 5 نيوكليوتايديز. يبقى الاي ام بي او الجي ام بي دي عباره عن نيوكليتيدا زي اي نيوكليتيدا، هكسرها بانزيم اسمه ايه؟ 5 نيوكليوتيديز. فهشيل منها ايه؟ هشيل منها مجموعه الفوسفيت فيتحولوا لي اللي هو النيوكليوزايد. الجوانين مونوفوسفيت هتحول لنيوكليوزايد بسميها الجوانوزين. الانوزين مونوفوسفيت اتحول لنيوكليوزايد بسميها ايه؟ بسميها الانوزين. يبقى الخطوه الثانيه رقم 2 ان الاي ام بي والجي ام بي الاثنين دول بيتحولوا تو زير ريسبكتيف اللي هو نيوكليوزايد. يعني الاي ام بي هيتحول لنيوكليوزايد اللي اسمها ايه؟ انوزين. طب الجي ام بي هيتحول لنيوكليوزايد اسمها ايه؟ جوانوزين. باي ذا اكشن اسم الانزيم ايه اللي بيكسر النيوكليتيدا اسمه 5 ايه؟ نيوكليوتايديز. طيب الحاجه اللي بعد كده بيبدأ يحصل ايه؟ بيبدأ يحصل عن طريق انزيم. نركز كده، احول الانوزين او الجوانوزين بوجود انزيم بسميه بيورين نيوكليوزايد فوسفوروليز، بيورين نيوكليوزايد فوسفوروليز، بيورين نيوكليوزايد فوسفوروليز. فالانوزين بيتحول لمين؟ بيتحول لهايبوزانسين. طب الجوانوزين بيتحول لمين؟ للجوانين. يبقى الجوانوزين هيتحول لمين؟ لجوانين. الهايبوزانسين الانوزين يتحول لمين؟ لهايبوزانسين. الخطوة الأخيرة بقى هي اللي بتختلف. نركز كده، الجوانين هيحصل له دي أمينيشن، يبقى اسم الإنزيم إيه؟ دي أمينيز. يبقى جوانين دي أمينيز هيتحول لمين؟ لزانسين. طيب الهايبوزانسين هيحصل له أوكسيديشن، يبقى اسم الإنزيم إيه؟ أوكسيديز. يبقى اللي هو زانسين أوكسيديز، وده بيحتاج اللي هو المولوبيديوم، يبقى مولوبيديوم كونتيننج زانسين أوكسيديز هيتحول لمين؟ هيتحول للزانسين. طيب بعد كده الزنسين فرزر اوكسيديشن بالزنسين اوكسيديز هيتحول لمين؟ هيبدا يتكون اللي هو اليوريك اسيد، ويبدا اليوريك اسيد برايمري اكسكريتد في اليوريك. فبالتالي الموضوع ما فيش اسهل منه لو فهمنا السايكلز او الرسمه اللي احنا قلناها. البدايه عندي ايه؟ البدايه عندي ايه؟ نركز كده، عندي اي ام بي
البداية عندي اللي هو مين؟ اي ام بي او ادينوزين. سيبك من موضوع الادينوزين ده، عند الاي ام بي بيدي امينيشن للامينو جروب يتحول للاي ام بي. فانا عندي الاي ام بي والجي ام بي، دي نيوكليتيدا ودي نيوكليتيدا، حولها نيوكليوزايد باسم الانزيم نيوكليوزايديز، يبقى انوزين وجوانوزين. طيب بعد كده بانزيم اسمه البيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز، اعتبره بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز. طب ليه بسميه بيورين؟ عشان الادينين والجوانين الاثنين دول بيورين. طب لو بستخدم مواد تانية، لو بستخدم تصنيع مواد تانية مش هستخدم فيها كلمة بيورين، لكن ليه سميتها بيورين نيوكليوزايد فوسفوريليز؟ عشان هنا بشتغل على القواعد النيتروجينية الأدينين والجوانين. طيب الجوانوزين هيتحول لمين؟ لجوانين. الإنوزين هيتحول لمين؟ لهيبوزنسين. الخطوة دي بقى اللي هتبقى مختلفة. الجوانين يحصل له دي أمينيشن بالجوانين، دي أمينيز يتحول لزنسين. طب الهايبوزنسين بالاوكسيديشن بالزنسين اوكسيديز تحول لزنسين. معنى كده ان الزنسين ممكن احصل عليه بطريقتين، من الجوانين او من الهايبوزنسين. الزنسين بعد كده بالزنسين اوكسيديز يتحول لمين؟ يتحول ليوريك اسيد.